اول ما تفتش على جوجل يعني بابسط شغله سوفيزم بتفوت بتشوف العالم كانه مسكين شيء حديد وعم يجربوا عم بيحطوا شيء بعينهم وطلع عينهم ويعني اتس يعني بشكل كتير سطحي بتشوفها في عذاب في الم في يعني اتس ا هوربل ثينج تو سي. ليش بيعملوا هيك؟ هلا ليك الالم مثل اذا بدك بالبوذيه الالم شعور انساني that you need to celebrate. Pain is inevitable. ما في مهرب. Suffering is optional. Okay. Pain is inevitable. Suffering is optional. بمعنى إنه الحياة ما فيها تكون بلا ألم. يعني ما فيك. It's not a pleasant life حتى إذا بدك. فالألم هو طريق للسعادة كمان. هلا. وهن they play with this يعني طبعا كل الوقت بس هذه الممارسات اللي انت وصفتها ما بيطلعوا للمتصوف على انه هي ألم لانه هن قدروا يتخطوا مرحلة الشعور بالجسد وهذا الشيء possible. It's very possible على فكرة انك انت بتعرف وقت تكون مجروحة لدرجة انه بطل تحسي مزبوط مبطل تفرق معك او تخدرت اجريك او تحطها بالتلج بتخدر خلص بتبطل بتحس شو عم بيصير but then you actually have to worry صح لأنه طالما أنت عم بتحس طالما أنت بعدك عندك شعور مظبوط it's when you stop feeling بعدك مرتبط بإنسانيتك that you need to worry. هلا هذه الممارسات هني متصوفي نفسهم بيسموها شعوذات إذا من جوا عم نحكي متصوفي بيقولوا هول ناس عم يجربوا to abuse Sufism abuse these practices of سماع لأنه it's possible through this سماع or through the ذكر أنك بطل حاسس بوجودك and they prove this by actually doing these things and it's possible physically. بس بالنسبة للتصوف لمين عم تورجي هذا الشيء؟ ليش عم تورجيه أصلا؟ ليش عندك كرامات أصلا؟ في تعرف حتى